لو عايز تقدم على شغلانة أحلامك وعايز تغير الكارير بتاعك، ممكن تعملها بالعكس. حد نصحك قبل كده إن أنت تشتغل بالعكس؟ أول حاجة إن أنت ممكن الأول تعرف أنت عايز تشتغل إيه، الشغل اللي إحنا عايزينه. هديلك مثل، أنت عايز تشتغل في الانرجي والسستينابيليتي أو الاستدامة، التنمية المستدامة والطاقة المستدامة. ده حاجة يعني إيه، ناس كتيرة أنا عارفة إنه ده ترند الأيام دي، والحقيقة ترند حلو قوي. لو أنت عايز تاخد تشتغل في المنطقة دي، احنا نطلع على لينكد ان ونطلع الوظائف ونشوف المهارات اللي هم محتاجينها، وبناء على كده احنا ممكن نقدم على الكورسات اللي ممكن تدعمنا في المنطقة دي. مثل كمان، لو انا عايز اشتغل في إدارة الأعمال، اعمل project management. project management ليها كورسات كتيرة. لو انا عايز ابقى مدربة، في كورسات كتيرة جدا للتدريب، بس لازم أنا عايز أدرب في إيه بالظبط. وأكيد عندك مجال خبرة ودراسة ممكن تدرب فيها وتعمل كورسات.